السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو دوت على قناة مركز خدمات المحمول هنتعرف معاكم على كود معرفة رقم اتصالات الخاص بيك. بس في الأول لو مش مشترك في القناة أرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتنا. أوقات كتير بتحتاج إنك تعرف رقم التليفون بتاعك، وخاصة لما بيكون الخط جديد ورقمه صعب الحفظ. ده أمر طبيعي لأن صعب جدا إن الواحد يحفظ رقم مكون من 11 رقم على طول، فبطبيعة الحال الأمر ده بياخد شوية وقت. كمان بتظهر أهمية الكود دوت بين الأصدقاء، لما يجي حد من أصدقائك يطلب منك رقمك الجديد اللي انت لسه ما حفظتوش، فبتكون أسهل حاجة إنك تستخدم الكود دوت، خاصة إنه سريع وسهل الحفظ. كود معرفة رقم اتصالات الخاص بيك هو من الشمال نجمة 947 شباك. بتظهر لك رسالة منبثقة بيكون فيها رقم خط اتصالات الخاص بيك. وبس كده، دي كانت نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة واللي تعرفنا من خلاله على كود معرفة رقم اتصالات الخاص بيك. بطلب من كل اللي بيشوفوني النهاردة الاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس، ولو عجبك الفيديو ياريت تدوس لايك وما تنساش الشير علشان تفيد أكبر عدد من الناس بيدوروا على الخدمة دي. دمتم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.